في كل ثانية تفقد الشمس حوالي 4 ملايين طن من كتلتها. أثناء مشاهدتك لهذا الفيديو ستصبح الشمس أخف وزنا بمقدار 2.4 مليار طن. في حوالي 5 مليارات سنة سيستهلك النجم احتياطاته من الهيدروجين تماما، وبعد فترة سيبقى فقط جزء أبيض صغير منه. بعد حوالي 100 تريليون سنة وفقا للعلماء ستختفي جميع النجوم في الكون، وستكون الثقوب السوداء هي المصدر الوحيد للطاقة. لكن هل يمكننا في المستقبل البعيد أن نستبدل شمسنا بالثقب الأسود؟ هل يمكن للبشرية أن تبقى على قيد الحياة في مثل هذه الظروف القاسية؟ قدم العلماء إجابة عن هذا السؤال. منذ بداية الثمانينيات اعتقد الفيزيائيون أنه يوجد في كل مجرة ثقب أسود واحد على الأقل، له جاذبية فائقة القوة، يدور كرس من الغاز والغبار أو نواة مجرية نشطة حول هذا الثقب، تنبعث منه كمية خطيرة بشكل لا يصدق من الإشعاع، ويخلق منطقة ميتة ضخمة حول نفسه. على سبيل المثال، يحتوي الثقب الأسود الهائل في مجرتنا درب التبانة القوس ألف على نواة مجرية نشطة تمتد لمسافة كبيرة تبلغ 3200 سنة ضوئية. لا يوجد كوكب في هذا الشعاع يمكنه الحفاظ على الغلاف الجوي. ليس من الغريب أن تعتبر الثقوب السوداء المكان الأقل احتمالية في الكون بأكمله لوجود الحياة، لكن هناك تجربة حديثة أثبتت عكس ذلك تماما. ابتكر الباحثون نماذج حاسوبية لنواة المجرات النشطة وفقا لعالم الفلك بجامعة هارفارد ماناس ويلينغهام، أرادوا التركيز على فوائد الثقوب السوداء وليس على قوتها التدميرية. أظهرت التجربة أن المنطقة الميتة أصغر بكثير مما كان يعتقد في الثمانينيات. اتضح أنه بالنسبة لثقب أسود بحجم القوس ألف، فإن المسافة الآمنة للحياة تبدأ على مسافة من 140 سنة ضوئية، أي 3060 سنة ضوئية أقرب مما كان يعتقد سابقا. على هذه المسافة يبدأ ما يسمى بالمنطقة الصالحة للسكن. هنا وفقا للعلماء ستكون أجواء الكواكب آمنة بشرط أن تكون كثافتها مساوية لكثافة الأرض. بالإضافة إلى ذلك، فإن إشعاع القرص في هذه المنطقة ليس قويا لدرجة تدمير جميع الكائنات الحية، وهذا يعني أن الثقب الأسود عند هذه المسافة آمن نسبيا للسكن. ومن الناحية النظرية يمكن حتى أن يساهم في ولادة حياة جديدة. من الممكن أيضا أن الآلاف من العوالم المجهولة تزدهر الآن في مدارها. الحقيقة هي أن دراسة لينغهام أظهرت نتائج مروعة حقا. اتضح أن الأشعة فوق البنفسجية حول الثقب الأسود يمكن أن تكسر الجزيئات وتخلق المركبات اللازمة لإنتاج البروتينات والدهون والحمض النووي. هذا يعني الوجود المحتمل للعناصر الحيوية. يعتقد العلماء من جامعة هارفارد أيضا أن هذا الإشعاع يمكن أن يحفز عملية التمثيل الضوئي، وهي العملية الأكثر أهمية لتكوين الأكسجين الضروري لحياة الإنسان. بعد كل شيء، العنصر الأساسي لهذا التفاعل هو الضوء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنتج أنواع عديدة من البكتيريا غشاء حيويا يحميها من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية. هناك أيضا احتمال أن يكونوا قادرين على التكيف مع مستويات عالية بشكل لا يصدق من الإشعاع، لذلك ربما تكون الحياة بالقرب من الثقب الأسود نشطة بالفعل. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهل هناك مكان للبشر في مثل هذا المدار الودود؟ وفقا لعالم الفيزياء الفلكية في مرصد بوردو في فرنسا شون ريموند، على أساس حساباته أخذ ريموند ثقبا أسودا هائلا كتلته 1,000,000 مرة من كتلة الشمس. لذلك إذا كان وزن الكواكب المحتملة لا يزيد عن وزن الأرض، فعندئذ ما لا يقل عن 1,000,000 سيكون مناسبا في المنطقة الصالحة للسكن.
باقتراح ريموند. يمكن وضعهم على 400 حلقة مع 2500 كوكب في كل واحدة. في هذه الحالة لن تشعر أبداً بالوحدة على أحد هذه الكواكب. الحقيقة هي أن المسافة بين كوكبين متجاورين ستكون 10 مرات أقل من المسافة بين القمر والأرض. بالإضافة إلى ذلك سيتمدد الضوء بفعل جاذبية الثقب الأسود، لذلك فإن تلك الكواكب الأقرب إلى القلب ستكون أكثر احمراراً، والكواكب الأخرى ستتحول إلى اللون الأزرق. نظراً للألوان الزاهية وقرب الكواكب من بعضها البعض، سيتمكن الناس من مراقبة مشهد جميل بشكل لا يصدق في السماء في كل مرة ينظرون فيها. حتى لو اتضح أن عدد الكواكب التي تدور حول الثقب الأسود سيكون أقل، فسيظل لدينا منظر مذهل ورومانسي. ولكن لماذا إذن في الفيلم الشهير إنترستيلر يبدو أن الحياة بالقرب من الثقب الأسود ستجلب خطراً أكثر من الرومانسية؟ بحثاً عن ملجأ جديد للبشرية، استكشف أبطال الفيلم كوكب بالقرب من الثقب الأسود غارغانشوا. الظروف التي وجدوها هناك كانت تهدد وجودنا: الجاذبية الهائلة والتسونامي المدمر والسحب الجليدية ونقص الأكسجين. الحقيقة وفقاً للعلماء هي أن التفاصيل التي صورها مخرج الفيلم ليست واقعية تماماً. على سبيل المثال، كوكب ميلر قريب جداً من ثقب أسود. وفقاً للفيلم فإن سحب الجاذبية تؤدي إلى إبطاء الوقت كثيراً. ساعة واحدة بالقرب من غارغانشوا تساوي 7 سنوات من زمن الأرض، هذا ما يقرب من 60,000 مرة أبطأ. وفقاً لتوماس أوباتريني من جامعة بالاكي في جمهورية التشيك، في هذا التباطؤ الزمني كان من المفترض أن ترتفع درجة حرارة كوكب ميلر إلى ما يقرب من 900 درجة مئوية. لذلك من غير المرجح أن تمشي الممثلة آنا هاثواي كما لو كانت على الشاطئ. بالإضافة إلى ذلك، ترى الشخصيات في الفيلم عاصفة التسونامي، لكن أوباتريني يعتقد أنه في الواقع سيتم استبدال الماء في الأمواج العملاقة بألومنيوم منصهر. في الواقع يمكن تجنب كل هذه المشاكل إذا حافظت على مسافة آمنة كافية من الثقب الأسود. عندما يقرر البشر حقا الاستقرار في مكان قريب، فمن المرجح أن يتوقفوا في مكان ما في المنطقة الصالحة للسكن، حيث الظروف ليست كما صورها لنا مخرجو هوليوود. أولاً، سيتم استبدال الشمس الحارقة بثقب أسود بارد. نعم، سيكون الجو بارداً بالتأكيد. بعد كل شيء، يتم توفير سطوعه عن طريق الغاز والمواد الأخرى التي يجب أن تسقط أولاً في القرص وتسخن وتتوهج. ولكن إذا لم يدخل أي شيء في الحفرة، فإن درجة حرارته في الواقع تساوي 0 مطلقاً. حسب فريق أوباتريني، فإن كوكباً بحجم الأرض والذي يدور حول ثقب أسود بحجم الشمس سيكون قادراً على استخراج حوالي 900 واط فقط من الطاقة القابلة للاستخدام. هذا يكفي فقط لدعم الحياة على المدى القصير، لأنه بسبب البرد وقلة الضوء ستنقرض النباتات والحيوانات. على الرغم من أنه من بين الكائنات الحية المعقدة، فإن الأنواع القطبية للحيوانات ستستمر لفترة أطول، لكن البكتيريا الموجودة في أعماق الأرض ستستمر في الوجود لملايين السنين حتى في ظل هذه الظروف الغير جيدة. رغم ذلك، في النهاية ستختفي الحياة على الأرض تماماً. لذا إذا أراد الناس العيش بالقرب من ثقب أسود، فهل يجب أن يختاروا ثقباً أكبر وأقوى؟ اقترح علماء الفيزياء الفلكية أنه بحثاً عن الحرارة، سيحتاج الناس إلى العثور على ثقب أسود أثقل 1000 مرة من الشمس. الطاقة التي نحصل عليها من هذا النجم اليوم هي 174 كوادريليون وات، لكن من ثقب أسود كتلته تساوي 1000 شمس، يمكننا فقط الحصول على 14,710,000,000 وات، وهو ما يزال أقل بمليار مرة. بعبارة
مرات أخرى سيكون الجو أكثر برودة مما اعتدنا عليه، ولكن لا تزال التوقعات بالنسبة لجميع الكائنات الحية أكثر تفاؤلا مما كانت عليه في السيناريو السابق. على الرغم من هذه الظروف الغير الكاملة، لا يزال الخبراء يعتقدون أنه سيكون من الممكن الوجود هناك. علاوة على ذلك، فهم مقتنعون بأنه عاجلا أم آجلا سيتعين على الحياة أن تهاجر إلى مدارات الثقوب السوداء. ببساطة، لن يكون لدينا خيار. وفقا لعلماء الفيزياء الفلكية، لن يحدث هذا قبل تريليون سنة من الآن، لذلك لا يزال أمام الناس متسع من الوقت، بالطبع بشرط ألا تدمر حضارتنا نفسها في المستقبل القريب. في الواقع، هناك عدة أسباب محتملة لمثل هذه النتيجة، لكن هذا موضوع لفيديو آخر. إذا أعجبتك الحلقة لا تنسى إبداء الإعجاب واشترك في القناة. دمتم في أمان الله.